طلعي، انتي ببيتي جوات مطبخي، وبنتك بغرفة ابني، وزوجي بسببكم زعلان مني وهاملنا وعم يدور على جمال، ولادي طول الوقت عم يسألوني مين هدول الناس وليش موجودين ببيتنا. بهار، شو بدي أقول للولاد؟ بقلن هالمرة أبوكم كان متزوجة؟ كيف يعني ماله هون؟ أنا مبارح جبت له هون، قالوا لي بده فحوصات. طيب أنت ما تركت معه حدا مرافق؟ لا والله ما تركت حدا، طلعت لي شغلة مستعجلة ورحت. يا أنسي، يمكن يكونوا بعتوه على قسم تاني، تأكدي منيح من السجلات. ماشي. جمال كرمة. ايه ما في، بلكي انتم خربطين والبيبي بمشفى تاني. استغفر الله. شش اسمع، شو اللعبة اللي عم تحاول تلعبها؟ حضرة المفتش، بحلف لك اني حطيته هون، وانا لما تركته كان بهي الغرفة، وحتى كان في ممرضة غيرك مو انتي، وكان مع دكتورة هي فحصته. حضرة الممرضة، رجاءً طالعي أسماء اللي كانوا مناوبين ليلة مبارح، رح أبعتهم لمديرية الأمن، تمام؟ طيب ماشي. اسمعي، ما بدي شي غير زهرة تكون منيحة ومبسوطة، وما بيهمني شي تاني، ما عندي أي نية إني فوت على حياتكن وآخذ منك ميرزا وبيتك. انتو انفصلتوا عن بعض من سنين، اتطلقتوا، وميرزا صار عنده حياة جديدة ومسؤوليات جديدة، ما بيحقلك تظهري بحياتنا فجأة وتقلبيها فوقاني تحتاني. ما عندي نية خرب لكم حياتكم، أساساً انجبرنا نجي لهون ليلتقى جمال، وبعدين أنت بتعرفيني منيح، إذا بتتذكري نحن كنا أصدقاء مقربين من بعض، وكنت أحكي لك كل أسراري. هالشي كان من زمان، بس كله صار بالماضي. ميرزا هلأ زوجي وأبو ولادي يا ملك، مستحيل أقدر أحكي لأولادي عن أي قصص بالماضي، وأنه أنتي كنتي زوجة أبوهم، وأنه هالبنت بتكون أختهم. ابني جمال، جمال، عمو ميرزا لاقيلي ابني جمال، ابني ابني. جمال ابني ابني. شو صار؟ انتو عن شو عم تحكوا؟ ما في ولا شي. تعالي